بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين يقول الطريق إلى إثباته تعالى. طبعا إخواننا أهم المهمات أن يعلم الإنسان أنه عدمه. هل الآن لا يقبل العقل يا شيخ يوسف، هل لا يقبل العقل أن انشقاق القمر كان لأمر آخر؟ هل هذا يمكن عقلا؟ خلاص انتهى. ايه يا سيدي، ليس في العادة خرق العادة. أرجوكم افهموا أين نتكلم نحن. خرق العادات هو ليس أمرا عاديا، تمام، لكن المعجزة هي خرق العادة، ويحدث عند من يراها يقين أن الله عز وجل فعل ذلك تصديقا لهذا الرجل. هذا انتهينا منه. اسمع، لكن هل هذا الحكم هذا يقين عقلي أو يقين عادي؟ إذا ما فهمنا ما معنى الحكم العقلي لا يمكن أن نصل إلى نتيجة. الواجب عقلا هو الذي لا يتخلف، هو الذي لا يتخلف أبدا. الآن يضربون مثال، انظر يا شيخ محمد حافظ أين أوصلتنا، لكن فيه فائدة إن شاء الله. طبعا هذا الكلام يقيني، هذا الكلام يعني ما في خلاف بين العلماء، فيه خلاف بيننا الآن، تمام، أما ما فيه خلاف بين العلماء، تمام إخواننا، ومن وجد خلافا بين العلماء فليأتيني به، ما في مشكلة، لكن لا أعلم خلافا. يضربون مثالا، يقولون لو ملك من الملوك، يعني فرضا اعتبروني ملكا أنا الآن، والله أنا أكثر من خادم لكم لا أستحق، لكن اعتبروني الآن ملكا حتى يصح المثال، تمام. أرسل، تعال يا طه، تمام، أنا قلت لطه اذهب إلى هؤلاء الناس، هؤلاء رعيتي، وأبلغهم أن الملك يأمركم بكذا وكذا وكذا. فقال لي طه كيف يصدقونني أني رسول منك؟ مثلا قلت له أنا اجمع من كل واحد للدولة، لخزينة الدولة، اجمع من كل واحد 100 دولار لصالح الدولة. ممكن الناس يقولون له يعني أنت تكذب، يمكن تريد أن تأخذ المال لنفسك. فيقول لي أعطني علامة يصدقونني، تمام. طيب، فقلت له هكذا الإمام الرازي، الإمام التفتزاني، الإمام الغزالي، نفس الأمثلة يضرب نفس المثال. المهم قلت له عندما تذهب إليهم العلامة بيني وبينك أن تشير إلي 3 مرات بالقيام، والملك ليس من عادته أن يفعل هكذا، تمام. فذهب طه، اذهب الآن، وقال لكم الآن هو رسولي، تمام، هو قالوا له ما دليلك؟ قال الآن أنا سأشير للملك أن يقوم،
فأشار فقمت أول مرة، ثم أشار فقمت ثاني مرة، ثم أشار فقمت ثالث مرة. لاحظ، يصبح الملك ليس من عادته أن يفعل هكذا، يصبح يقين عند الناس أن هذا من عند الملك. لكن هنا السؤال الآن، هل يجب في العقل أن يكون قيام الملك تصديقا له؟ عقلا لا يجب. ممكن قد شعر تحته يوجد ماء فهو يقوم ثم ينظر ثم يقوم ثم ينظر ثم، هل العقل يحيل هذا يقول مستحيل؟ لا. لكن يحدث عند الناس الآن، منذ مليارات السنين القمر ما شقه، ما شقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أنا رسول الله وأشار إلى القمر وقال الآن الله عز وجل سيشق القمر لي تصديقا لي، وانشق القمر فعلا، سيحدث عند الناس يقين 100% لا شك فيه، يقين لا شك فيه. لكن السؤال، هل يحيل العقل أن يكون انشقاق القمر لسبب آخر؟ نحن والله نقسم بالله أن القمر قد انشق من أجل رسول الله، ما عندنا شك. ولكن نحن نقول، هل هذا مستحيل عقلا أن يكون قد انشق لسبب آخر؟ طبعا الاحتمال لا يكون 1 على 100 مليار، لا يوجد احتمال. احتمال يعني منذ مليارات السنين القمر موجود وما انشق، في هذه اللحظة انشق، إذن هو انشق تصديقا لرسول الله، ويحدث عندنا يقين بهذا. ولكن هذا بحسب العادة وليس حكما عقليا، لا يمكن أن يتخلف. نعم يا إخواننا، أنا الآن لا أقنعكم بشيء ما قاله العلماء، أنا فقط أحاول أن أقربه لكم. نعم. ما هو؟ ليس لا لا انشق الكفار المشركون. تمام سيدي، نحن نعم بالنسبة للمعجزات سيدي، المعجزات ليست هكذا. إذا قالوا عن بعض أنكروا شيء ما رأوه، القرآن بيننا وهو يتحدى. ولذلك الله في سورة العنكبوت، أرجوك يا سيدي، في سورة العنكبوت الله عز وجل يقول وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فإذا سيدي المعجزات ثابتة لا شك فيها، ولكن سئلت سؤالا فأجبت عنه. تمام سيدي، وكان لابد من هذا ونحن نتكلم عن الحكم العقلي. تمام. فأرجو يا مشايخنا، الإنسان، والله أنا أول مرة قرأت هذا الكلام أنا تعجبت مثلكم، ولكن نحن بسبب أننا الإنسان لا يألف ما لم يسمع، لا يألف الشيء الذي لم يسمعه. تمام إخواننا، ممكن تسمع كثير من الأشياء أنت تتعجب منها لأنك يا شيخ يوسف ما ألفتها، وهي الحق بعينه الذي لا شك فيه ولا ريب. نعم. عملنا به ولكن أستاذ مثلا قلت هذه المعجزات مثلا أولا يبدأ العادات
ثم يكون عاديا. هذه المعجزة كيف يكون عاديا يعني؟ يا سيدي يا سيدي، أنا قلت المعجزات عادية، والله ما قلت هكذا، هي خلق. أنا قلت هكذا يا شيخ، أنا قلت هذا الحكم عادي، الحكم عادي وليس عقليا، الحكم. وما قلت أنا المعجزات يعني ليس عقليا سيدي، بمعنى أن العقل لا يحيل، يعني عادة يحكم أن هذه المعجزة أو انشقاق القمر ثبت من أجل تصديق رسول الله، تمام؟ لأن هذا لا يحصل دائما. ما هو كلامنا أين؟ في أن هذا ليس حكما عقليا يمتنع أن يكون لسبب آخر. تمام إخواننا؟ هذا كلام كل العلماء، يعني لا يوجد خلاف في هذا الأمر. إذا كان في احتمال سبب آخر كيف نؤمن مثلا؟ طيب يا شيخنا، كما تؤمن الآن أن غدا ستشرق الشمس من الشرق، أي ساعة غدا يؤذن الفجر؟ قل لي أي ساعة يؤذن الفجر؟ 27 دقيقة. طيب هل تستطيع أن تكون على يقين أنت الآن؟ عندكم يوجد أحد عنده شك أن غدا سيؤذن الفجر 27 دقيقة؟ عندكم شك في هذا؟ لا، مع أنه عادي أو عقلي. هل يمكن الله عز وجل أن يطول الليل؟ يمكن أن يؤذن الفجر الساعة 10 صباحا، أن يمد الله الليل، هل هذا ممكن؟ ممكن. ومع ذلك عندكم يقين؟ وهكذا، بسبب أن العادة لم تجري بشق القمر، فعندما ينشق القمر يحصل يقين عند كل الخلائق، من رأى هذا، أن هذا تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاليقين حاصل ولا أحد يستطيع أن يشكك. لهذا السبب يعني مكرر المعجزات؟ نعم، لكن ولو تكررت لا تخرج عن كونها عادية، تمام؟ ليست المعجزات، المعجزات هي خرق للعادة، ولكن الحكم بتصديقها للنبي حكم عادي لا عقلي، تمام؟ ارجعوا إخواننا إلى كلام العلماء، تمام؟ جيد. قل يا مولانا. سيدي، ممكن من هذا المنطلق نحن في الدعوة إلى الله مثلا شخص غير مسلم، معنى هذا أننا لا يمكن أن نبدأ له المعجزات النبي كدليل على الإيمان. لماذا لا يمكن؟ إذا تعارض العادة ولو كان هذا الرجل في وقت النبي عصر النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أيضا ما يؤمن؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن سيدي. بعضهم لم يؤمن عنادا، وهذا الرجل أيضا عنادا، وهذا الرجل أيضا ممكن هكذا يعني. إذا تعارض العادة والحكم يعني ما يلزم الإنسان لأي طريق؟ بعضهم يقول السحر. يا سيدي، السحر شيء آخر، السحر لا يستمر، السحر يعارض. سحرة فرعون لما جاءوا بسحر الله عز وجل أبطله، أما هل يوجد أحد يستطيع أن يعارض معجزات رسول الله؟ منذ 1400 سنة جاء القرآن وتحدى البشرية كلها أن يأتوا بمثل سورة
منه هل استطاع أحد أن يأتي؟ السحر إخواننا يعارض، المعجزات لا تعارض، المعجزات لا تعارض. النبي عليه الصلاة، انتبه الآن، لو كان من شق القمر سحر كان ينبغي أن يوجد ساحر آخر يستطيع أن يفعل كما فعل، لكن ما حصل هذا الأمر يا إخواننا. طبعا هذا الأمر أنا ما كنت فتحت هذا الكلام لولا أني سئلت عنه، لكن يجب أن تعلموا إخواننا أن دلالة المعجزات ليست عادة بل هي خرق للعادة، ولكن دلالتها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم تورث يقينا لا شك فيه، ولكنه يقين تجريبي عادي وليس عقليا، بمعنى أن العقل لا يحيل أن يكون هذا الأمر لسبب آخر ولو بنسبة 1 على 100 تريليون. طيب العقل هذا لا 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 يصدقه ولا يورث شك. أنا أقول يا شيخ يوسف غدا ممكن 1، ليس بالمئة ولا بالألف ولا بالمليون ولا بالمليار، ولا ممكن 1 بالتريليون على تريليون أن لا تخرج الشمس غدا، هل تشك في هذا أنت أن غدا ستشرق الشمس؟ لا يورث شكا يا إخواننا. المعجزة تورث يقينا عند من رآها أو تواترت عنده، تحدث يقينا ولا شك، تحدث يقينا ولا شك، ولكن هذا ليس حكما عقليا. مثل الآن، منذ متى تشرق الشمس من المشرق؟ منذ متى؟ من 100 سنة. ما شاء الله، جدد أنت، حدث البرنامج الذي عندك، يجب أن تجدد السوفتوير الذي عندك دائما. بعض الناس يقولون عمر الكون 13.5 مليار سنة، منذ ذلك الوقت تشرق الشمس، لكن هل هذا عقلي أو عادي؟ عادي، لأنه لو عقلي يجب أن لا يتخلف أبدا. هل سيتخلف هذا الأمر؟ هل سيتخلف؟ طبعا سيتخلف، لأنه قبل الساعة ستطلع الشمس من العكس. إذن هذا ليس حكما. لو رأيته 100 مليار مرة إذا ليس حكما عقليا يمكن أن يتخلف، لكن هذا لا يشككك في أن الشمس ستخرج غدا. المهم هذا إخواننا، ما في مشكلة إخواننا، أنا طالما أريد أن أوصل فكرة هي صحيحة بفضل الله 100%، أرجو يعني أن تراجعوها. نعم ما في مشكلة. لو هذه الكلمة، أنا أول مرة قرأت للإمام التفتزاني تفاجأت عندما قال هذه الدلالة دلالة عادية وليست أنا تفاجأت شيخنا، كلنا نتعلم. اسأل. ما قلناه في انشقاق القمر أنه ممكن أن يكون عقلا لأمر آخر، هل هذا ينطبق على كل المعجزات؟ طبعا. في غزوة الخندق ممكن لأي شيء الطعام الذي يعني سوى أنه معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم أمر خارق للعادة، ما ممكن أن نقول يعني أنه لأمر مثلا مثل ماذا يعني في يوم الملك ممكن أنه يرى شيء تحته مثل هذه الأمور في الأطعمة؟ إيه ممكن لأي شيء، ممكن حصل في أحيانا. أنا أريك أشياء فيزيائية اسمع. أحيان يا إخواننا أرجوكم، نحن هذا بس على الهواء، هذا الناس يروننا يا إخواننا أرجوكم، هذه أمور
عقلية مسلمة. نقاشكم هذا يمكن إنسان يقول يوجد مشكلة في انتبهوا إخواننا، هذه أمور مسلمة، هذه ليست حكم. الآن أعطيك مثالا، أعطيك مثالا بهذا، اسمع الآن. الآن يوجد يضعون هرمون يجعل الشيء الذي هكذا هكذا، هل يمكن أن يكون حصل بكتيريا أو كذا أو إلى آخره؟ الآن يظنون أننا سنشكك في المعجزات. انقلاب الماء إلى نار يوم القيامة أيضا أمر فيزياء، ولكن لما الخوف في هذه الأمور العقلية؟ لما نقول أن هذا عقلا ممكن؟ سيدي الله تعبدنا، الله سبحانه تعبدنا بهذا العقل، الله تعبدنا بهذا العقل. الآن لو لا تعرف أنت أن هذا الحكم ممكن أو مستحيل أو واجب، لا يمكن أن تصل إلى الحقيقة. سيأتي إنسان يقول لك يعني هذا العالم ليس له خالق، يمكن وجد هكذا طفرة. إذا إنسان والله لا نقول والله لا نقرر هذا ممكن أو غير أو كذا، ما عندنا أحكام عقلية ثابتة وقواعد نرجع إليها، كل إنسان سيقول ما يريد. لذلك أنا ابتدأت بهذه المقدمة عن الحكم العقل. عندما يقول العقل هذا واجب يعني لا يقبل عدمه، عندما يقول هذا مستحيل لا يقبل وجوده. حتى الآن لو قلنا كلمة ستتعجبون أكثر، أنا ممكن أقول كلمة الآن والله مع أنه مسلم، هذا مسلم، ها المستحيل عقلا لا يمكن أن يوجد، يعني قدرة الله لا تتعلق به، يعني لو أراد الله أن لا يريد، طبعا الله لا يمكن أن يريد. الآن قدرة الله بماذا تتعلق؟ طلاب الشرع الأول يعرفون هذا، بالممكنات، بالمستحيلات قدرة الله تتعلق. لو قلنا للناس يوجد شيء الله لا يفعله، لا يمكن أن يفعله، ماذا إذن سيقولون لنا؟ سيقول الله أغلق الدرس وأنهي الموضوع. فأرجوكم إخواننا، يعني طبعا أنتم أعلموا مني، ولكن الإنسان ربما لم يأنس بمسألة فيتعجب منها، فينبغي أن يتلقاها ثم بعد ذلك يبحث ويبحث ويستوعب ويفهم، ثم بعد ذلك لو وجد كلام الشيخ خطأ يناقش وكذا. أما أمور مسلمة إلا أني أنا إلى الآن ما استوعبتها، تمام، ينبغي للإنسان أن يبحث وأن يناقش في ضمن المسألة بعد تصورها. اسأل خلاص، أصلا لن نستطيع أن نقرأ شيئا، لكن استفيدوا من هذا الأمر إخواننا، استفيدوا جدا منه، استفيدوا إخواننا هذا منه، استفيدوا. لا يمكن أن نثبت له وجود الله بالمعجزة، لأنه أصلاً لا يؤمن بالذي يثبت المعجزة الذي هو القرآن الكريم. يعني لا لا، من قال لك إن نحن نثبت له المعجزة بالقرآن الكريم؟ هي تواترت، قد يقول أنا لا أصدق مثلاً. هو القرآن بذاته معجزة، ليس 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 ما في القرآن، بل القرآن بذاته معجزة بين يديه. طبعا، ولأن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة، جعل الله معجزته باقية إلى يوم القيامة. في كل الأنبياء جعل الله عز وجل معجزاتهم آنية، إحياء موتى، إبراء الأكمه والأبرص، عصا تنقلب حية تسعى. لماذا؟ لأن
هؤلاء هم قومه وبعد سنوات سينتهون. أما رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باقية إلى قيام الساعة، فلا بد أن يوجد في كل زمان معجزة تدل على نبوته إلى يوم القيامة. وهذا القرآن. ثم من قال لك بأن الحوادث العظيمة لا تتواتر؟ ليس تتواتر بدون القرآن، تتواتر. نحن الآن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، تواتر عندنا أنه ادعى النبوة. فالأخبار ليس فقط في القرآن. أنتم تعلمون مثلا يوجد شخص اسمه محمد الفاتح فتح القسطنطينية، هذا ليس موجود في القرآن، تؤمنون به؟ يوجد إنسان اسمه محمد الفاتح؟ كيف تصدق؟ فقط هكذا قال الأخوة؟ إيه؟ هناك من يمكن وجود مثلا القرآن الكريم أصلا يعني، أو مثلا ما قلنا له نحن؟ إذا نثبت أولا له هذه المعجزة، نثبت يعني نكون سببا في إيمانه بهذه المعجزة حتى يؤمن بالمعجزات الأخرى. أولا سيدي نحن، أولا قبل أن تقول له إذا لا يؤمن بالله، أولا هذا في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فابدأ بنفسه ثم ابدأ بالكون. سنتكلم عن كل هذا إن شاء الله. إذن هذا لا يعني لا نثبت الشرع بالشرع كما قلت، نثبت له عقلا. أستاذي هل ممكن أن نقول لو كان هذا واجبا عقلا لما أنكره أحد وما كان للابتلاء فائدة، إذن كل الناس يؤمنون به؟ هل ممكن هذا؟ ممكن تصبر علي دقيقة؟ اصفر علي، سأقرئكم إن شاء الله لو وصلت الآن. العقائد، شرح العقائد معي. تعبتم؟ طيب الله، ممكن نفرد لها درس خاص بسبب ونجيب الأسئلة التي وقعت منه ثلاثة أسابيع. دقيقة فقط، أنا أريد أن أقرأ لكم العبارة، لكن هذا الفهرس لا يفردها. في إرسال الرسل عصمة الأنبياء أفضل الأنبياء. طيب لعلها هنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اسمع سيدي، تعال يا شيخ الإسلام، اجلس بجانبي.
تعال. يقول وأيدهم، اسمعوا يا إخواننا، وأيدهم أي الأنبياء بالمعجزات الناقضات للعادات، جمع معجزة وهي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه، انظر هذا الفرق بينها وبين السحر، على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله، وذلك لأنه لولا التأييد بالمعجزة لما وجب قبول قوله ولا ما بان الصادق في دعوى الرسالة من الكاذب. اسمع، وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم بصدقه بطريق جري العادة بأن الله تعالى، بطريق جري العادة، تمام؟ اسمع سيدي، يقول تحت إشارة إلى أن دلالة المعجزة على الصدق ليست عقلية محضة، ليست عقلية محضة. اسمع سيدي، وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم لا شك في نبوته إخواننا بصدقه بطريق جري العادة بأن الله تعالى يخلق العلم. اسمع، لا يمكن إنسان يرى معجزة النبي إلا ويخلق الله في نفسه علما ضروريا يقينيا أنه رسول الله. نعم، بأن الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة. اسمع، وإن كان عدم خلق العلم ممكنا في نفسه، وذلك اسمع، كما إذا ادعى أحد بمحضر من جماعة أنه رسول، الآن جاء طه تمام والملك، وذلك كما ادعى أحد من جماعة أنه رسول هذا الملك إليهم ثم قال للملك إن كنت صادقا فخالف عادتك وقم من مكانك 3 مرات، ففعل، يحصل للجماعة علم ضروري عادي. ما معنى عادي هنا؟ ليس عقليا، يوجد احتمال، إذا يوجد احتمال لا يجوز أن يكون عقليا شيخنا، لكنه يقيني. نعم، يحصل للجماعة علم ضروري عادي بصدقه في مقالته، وإن كان الكذب ممكنا في نفسه فإن الإمكان الذاتي بمعنى التجويز العقلي لا ينافي حصول العلم القطعي، يحصل علم قطعي. اسمع الآن، كعلمنا بأن جبل أحد لم ينقلب ذهبا الآن، يعني مع إمكانه في نفسه، فكذا ها هنا يحصل العلم بصدقه بموجب العادة. هذا كلام من، سأرجع لك إلى أول الكتاب، هذا شرح العقائد النسفية للإمام التفتزاني. يا أخواننا والله أنا أقرب لكم، لا ما ممكن، ما في إشكالات، لا لا في عقلي، في عقلك في إشكال ما في مشكلة، هذا مسلم به. فلا عقل لي. تقريبا الخوف في أن هذا الأمر عادي وأن هذا الأمر شرعي، يعني لابد، لأنك لو أنت ما فكرت يوجد غيرك. يا إخواننا أنت الآن لا تعيش في الجنة أو تعيش في مكان لا يوجد من يريد أن يبطل لك عقيدتك، يوجد، لأنك لو قلت هذا حكم عقلي سيأتي من ينقضه ويقول لك هذا ليس حكما عقليا، فنحن نقول هو حكم عادي ولكنه يفيد اليقين، كما أنت تستفيد اليقين أن غدا ستشرق الشمس، وهذا اليقين كاف في التصديق. يا إخواننا 13 مليار سنة، والله توضيح الواضحات صعب،
توضيح الواضحات أمر يا أخي. لما قلنا عن شقاق القمر أن هذا الأمر ممكن أن يكون لأمر آخر وهذا منذ ملايين السنين. إيه لكن ممكن. ولما قلنا عن اسمع الآن بيم بيم ماركت بيم أي ساعة تفتح؟ كأي ساعة تفتح؟ أي ساعة تبدأ كل يوم صباحا؟ ساعة التاسعة. اسمع الآن ها؟ منذ كم سنة تفعل هكذا؟ 20 سنة. أنت غدا عندما ترسل ابنك ليشتري من بيم في الساعة التاسعة تقول افتتحت الآن، أليس عندك يقين بهذا؟ عندك يقين؟ عندك يقين، لكن هذا منذ 20 سنة أبدا ما تخلفت، لكن هل هذا حكم عقلي؟ يمكن مات في هذا اليوم صاحب بيم وأغلقوها من أجل أن يذهبوا إلى الجنازة، ممكن عقلا؟ إيه خلص. إذن لو حصل هذا الأمر ماذا أضرب لكم أمثلة؟ يجب أن تعرف سيدي يجب الآن يا شيخنا الآن شرعا ألا يجب أن تعلم ما هو الواجب من حتى تؤمن؟ لو قال ممكن، لو إنسان قال لك كمسلم أنت يوجد جنة ونار قلت له ممكن، أنت كافر، يجب أن تقول هذا واجب شرع، أنا أؤمن في القرآن والسنة. هذا واضح. هذا واضح. ما هو الذي ليس واضحا؟ الله تعبدنا بهذا العقل. تعبدنا بها ولا بد أن توجد أحكام وإلا لما تميز الحق من الباطل. الخوف في هذه التفاصيل لا بد منها. الانقسام والتقسيم أن هذا ممكن يكون. يعني هؤلاء العلماء ذكروا هذا الكلام ترفا. أنا أريد أن أتعلم وأنا أريد أن أعلمك أيضا، ما في مشكلة. يجب أن أعرف. يجب أن تعرف إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديدي، فحتى لا تتردد. نحن نقول المعجزات تفيد اليقين ولكن بطريق جري العادة، وما من إنسان يرى المعجزة إلا وسيحصل عنده يقين أنه رسول الله، فهذا ليس مدعاة لشيء، لكن يوجد حكم عادي ويوجد حكم عقلي. الحكم العقلي لا يتخلف. أما هنا لو قلت أنت أمام إنسان فيلسوف، لو قلت هذا حكم عقلي سينقض كلامك، سيثبت لك أنه عادي وستظن أنت أن إيماننا هو ليس على يقين، فيجب أن تعلم. نعم اسأل مولانا اسأل. أنتم المشكلة تحبون الإمام التفتزاني، ما عندكم مشكلة مع التفتزاني؟ عندكم مشكلة معه؟ لا نخالفكم بكم ولا نناقش بكم ولا ننكر بهذا، ولكن نريد الوسعة يعني. تمام ما في مشكلة شيخنا، وأنا إن شاء الله يا إخواننا أنا مثلكم، أنا طالب علم أتعلم منكم إن شاء الله أفيدكم وأستفيد منكم، وأنا عندما أخطئ مباشرة أقول أخطأت، لكن عندما أعلم حكما مثل أعلم أن هذا ماء إلا أستطيع أن أغير ولو أنتم خالفتموني، يعني هذا ماء لو قلت لي لا هذا كوكاكولا ما أستطيع أن أصدقك بالإجبار، ما في مشكلة. قل سيدي قل. الحكم العقلي. أنا فهمت لا أنا عادة أرجح. ما قلت هذا أنا. لا. سيدي كان في وقتها إذا تعارضت العادة مع الحكم العقلي بل أقصد. لماذا شيخنا؟ أنا سأعطيك مثال على التخالف التعارض بين العادة والحكم العقلي، تمام؟ مثلا العادة أن الشمس تشرق من مشرقها، تمام؟ نعم. عندي حكم يقيني عقلي جاءني في الخبر أن الله سيغير هذه العادة،
أنا العقل ماذا يقول لي؟ هل أتبع العادة أو أتبع العقل؟ اسمع، أنا ثبت عندي القرآن الكريم ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت بالعقل، تمام؟ لما ثبتت باليقين يأتي الآن خبر يصادم العادة، يقول الله سيغير العادة، أنا ماذا يقول لي الحكم العقلي؟ اسمع ما هو الحكم العقلي، يقول هذا الكون يسير على قانون، الذي وضع القانون يستطيع أن يغيره متى أراد. أنا أعلم أن الذي صنع السيارة يفعل بالفتيس هكذا تمشي إلى الأمام، يجعل هكذا تمشي إلى الخلف، فالله عز وجل الأرض الآن تدور هكذا، يجعلها تدور هكذا، انتهى الموضوع. فالحكم يقول هذا أمر ممكن عقلا، واجب شرعا، فإذا تصادم العقل والعادة طبعا أنا أتبع العقل، وبعد أن ثبت الشرع عقلا أيضا أنا أتبع الشرع ولا أخالف الشرع أبدا ولو تصادف ألف عادة. أصلا نحن آمنا بأن عيسى ولد بدون أب مع أن هذا مخالفة للعادة، وآمنا بأن آدم وجد بدون لا أب ولا أم وهذا مخالف للعادة. نعم سيدي، العقل، العقل مولانا، العقل يقول لك الذي وضع القانون وضع هذه العادة عادة إلهية، عادة إلهية، والذي وضع العادة يمكن أن يغيرها، هذا حكم عقلي ما في أي مشكلة. نعم تعبتم، يلا بقي 10 دقائق، إذا أحد عنده سؤال. ها؟ أي سألت قبل الدرس نسيت ماذا سألت. ما الفرق بين العون والخلف؟ والله الأسئلة الشيخ يوسف سأل، الله في القرآن قال يضل من يشاء، فكيف الله يضل؟ نعم، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون، لكن هذا الآن يطول شرحه. يوجد سؤال، لماذا خلق الله الشر؟ الشيخ مهند سأل، يوجد سؤال، يوجد حديث أن الله يوم القيامة يأتي على صورة، ما معنى هذا الكلام؟ هذا أيضا يطول شرحه. السؤال الذي لاحظ سيدي، أنت سألت سؤالا ليس مفهوما، تمام؟ السؤال الذي يجب أن تسأله، أنا إن شاء الله سأصحح لك السؤال، تمام؟ لا لا تكرر، أنا الآن سأسأل سؤالك، إيه؟ سأسأل سؤالك، إذا كان خطأ فقل لي، تمام؟ الله يخلق أفعال العباد، ما الفرق بين خلق الفعل وبين المعونة، معونة الله؟ هذا سؤالك. أقول في التوفيق، الخلق مع العون والخذلان، خلق موجود لكن عون غير موجود، مثلا ماذا نقول في التفصيل؟ سأقول لك ماذا تقول بخمس دقائق إن شاء الله. اسمع سيدي، الله عز وجل خير الإنسان، فماذا تختار؟ ماذا تختار؟ الله يخلق، باختصار أنت تختار الخير والهداية، الله يخلق فيك الخير والهداية، تختار
الشر والضلال، الله يخلق فيك الشر والضلال. تمام. الله عز وجل بعدله، بعدله وليس سبحانه وتعالى مجبرا على ذلك، خير الناس، وطالما الله عز وجل خيرهم فقد أعطاهم فرصا متكافئة. اسمع الآن ما هو التوفيق. قال الكمال بن الهمام، طبعا هذا الكلام موجود في الغنيمي شرح الطحاوية للإمام الغنيمي. اسمع الآن، اسمع يا حبيبي. فالآن أنا هل هو في هذا البحث ينقله بالكامل من المسايرة عن الكمال ابن الهمام، لكن الآن أنا الآن لست متذكرا هل هو من كلام الغنيمي أو كلام الكمال ابن الهمام. لا فرق. ما معنى الكلام؟ يا شيخ أمر الله، يا شيخ الإسلام، الله عز وجل أعطى الإنسان، كل الناس اختيارا متساويا من حيث الاختيار. كل إنسان ماذا يريد الله يخلق له، فالخلق من الله عز وجل، هذا ليس له علاقة بالمعونة. اسمع ما هي المعونة الآن. قال العلماء الإنسان مع أنه مختار إلا أن له أعداء، من هؤلاء الأعداء؟ نفسك، هواك، شيطانك. قال هؤلاء الثلاثة لو تركك الله وحدك معهم، مع أنك مختار، اسمع، أنت مختار 100%، ولكن هؤلاء الأعداء الثلاثة لو تركت معهم سيغلبونك. هنا الله يعين الإنسان بدون معونة الله، مستحيل أن تختار الخير أبدا، أو شبه مستحيل، لن نقول مستحيل. فمن يعينه الله يستطيع أن يختار الخير. لاحظ، هو العبرة بماذا؟ كيف الآن توجه الداعية؟ أنت توجهها إلى الخير أو إلى الشر؟ الإنسان عنده اختيار، يريد أن يختار الخير أو الصدقة أو الصلاة، يأتي موانع، أعداء له، نفسه، شيطانه، هواه يمنعه، لكنه ما سلب الاختيار. إخوانا لاحظ كلام دقيق، أرجوكم انتبهوا. قال الإنسان عنده اختيار، والهوى والشيطان لا يسلبك الاختيار، تبقى مختارا أنت، ولكن هؤلاء بدون معونة الله أنت لا تغلبهم. طيب، فالتوفيق والمعونة هو أن يعينك الله على شيطانك ونفسك وهواك، من أجل أن ترجح اختيار الخير على الشر، عند ذلك الله يخلق فيك الخير الذي اخترته أنت بعد معونة الله. اسمع الآن، ممكن إنسان يقول إذن الله أعان فلان وما أعان فلان. نعم صح، لشيئين أرجوكم أن تفهموا. الشيء الأول أن الله عز وجل إله فعال لما يريد، وليس مجبرا، بعد بعدله، بعد أن بعدله أعطاك اختيار أو أعطى الناس اختيارا متماثلا. لكن تعرف الله حكيم،
ليس هكذا، يعين هؤلاء ولا يعين هؤلاء، ليس الأمر. الله عز وجل لا شك أن جميع أفعاله بحكمة بالغة. اسمع الآن، كل إنسان يعترف بفقره الله يعينه. من الذين لا يعينهم الله؟ الذين لا يريدون من الله أن يعينهم، الذين يظنون أنفسهم أغنياء عن الله. ابن عطاء الله له كلام من أعظم ما يكون. ماذا يقول؟ يقول: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، بأوصافك يمدك بأوصافه. كيف؟ تحقق أنك فقير، تحقق تحقق أنك فقير. انتبهوا إخوان، كلام في غاية الدقة لمن أراد يعني أن يعرف الأمر. كل من طلب من الله المعونة والهداية الله يهديه. ماذا قال الله؟ الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ينيب، إنابة، رجوع، طلب، حاشا لله أن يرده. إذن من الذي لا يهتدي؟ الذي يظن نفسه غنيا عن الله، لا يطلب من الله هذه المعونة. تحقق بأوصافك أنت ضعيف، تحقق أنك ضعيف. قل: يا رب أنا فقير، أنا ضعيف، أنا لا شيء، أريد عونك يا رب، أنا بدون معونتك لا أستطيع والله أن أفعل شيئا، أنا بدون معونتك يا رب أنا لا شيء، أنا غارق والله، أدنى شيطان يغلبني، أنا فقير بنفسي غني بك يا رب. لماذا الله أخبرنا عن حالنا؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا يا إخواننا، هذه هي المعونة والتوفيق. أما كل الناس عندهم اختيار متساوي، فمن يختار الخير الله يخلقه، ومن يختار الشر الله يخلقه، لكن أنت لا تستطيع أن تختار الخير إلا بمعونة الله. عندك هوى يا أخي، عندما تريد تخرج من يدك، من جيبك ولو مبلغ تريد أن تتصدق به، كم شيطان وكم نفس تأتي وتضغط على يدك وتحدثك وتذكرك، قل لك أولادك أولى كذا. فإذا لذلك عند ساعة الحق يوم يدخل الناس إلى الجنة يعترفون بالحق وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه هي المعونة، ليس لها علاقة، خلق الأفعال كله بخلق الله، والله يخلق أفعال، لا يوجد خالق إلا الله. أفعال الكافر الله يخلقها، وأفعال المؤمن الله يخلقها، لا شك. لكن المعونة أين تكون؟ المعونة تكون من أجل أن يعينك أن تكسب الخير لا أن تكسب الشر. لأن عندك من الأعداء ما يكفي لأن تغلب. لكن كما قلت، إذن الله يعين البعض ولا يعين البعض؟ نعم، ولكن ليس هكذا. الله حكيم، كل من يفتقر إلى الله الله يعينه، ومن يستغني. فكفروا، ماذا قال الله تعالى؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني. تولوا، لا يريدون الله، الله لا يريدهم، هم لا أقبل إلى الله،
الله في الحديث القدسي يقول: من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. تمام إخواننا، أليس الوقت قد انتهى؟ نعم. يتعلق في هذا الأمر، يعني أليس أصلا التحقق من صفاتي هو من خلق الله؟ هذا عمل هو الله وفقني له أصلا، يعني الله أعانني على أن أفعل. جيد، هذا السؤال سألني مولانا قبل الدرس، تاج رأسنا، وهذا السؤال دائما، وأنا قلت مسألة الكسب وخلق، سألني أليس خلق الأعراض؟ سيدي أنا الآن هذا الموضوع من أطول الأبحاث وأصعبها، لكن أنا سأريح بالكم بكلمتين. الأشاعرة لهم قول، والماتريدية لهم قول، ويوجد بعض الأشاعرة لهم قول وهو الذي يريح القلب. اسمع الآن، أنت هل تشعر أن عندك اختيار أو لا تملك الاختيار؟ تملك، خلاص يكفي. بعد ذلك هل هذا الاختيار بخلق الله، هل هذا الاختيار والداعية وكذا تفاصيل هذا الأمر، هل هذا يعني تحويل الداعية إلى هنا أو إلى هنا بتأثير من العبد أو بتأثير من الله؟ اتركوا هذا الأمر الآن لأنه يطول شرحه. أما أنا أقول للإنسان أمر متفق عليه، ما هو؟ هل تشعرون شعورا ضروريا لا يقبل الشك أن الإنسان عنده اختيار؟ تستطيع أنت أن تختار أن تفتقر، إذن تكييف هذا الأمر كما قال بعض الأشاعرة، قال: نشعر نحن بالتفرقة الضرورية بين الحركة الاضطرارية والحركة الاختيارية، ثم لا يلزمنا بعد ذلك أن نكيف ذلك. طالما هذا موجود، مثل يا أخي الروح موجودة فيك، تعرف ما هي؟ خلص موجودة. يقول: لا لا أنا أريد أن أعرف، أو أقول ليست موجودة. يا أخي موجودة. لا لا أخي أنا إما أن أعرف ما هي الروح أو أنكرها. طيب أنت ميت، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ لا لا يجب أن أعرف ما هي الروح. طيب تمام مولانا. إذن الآن أرجوكم، والله ليس عجزا، أستطيع أن أناقش إلى الفجر في هذا الأمر بفضل الله، بعون الله إلى الفجر أكلمكم. ماذا قال العلماء في هذا الأمر منذ أشهر وأنا أبحث في هذا الأمر، ومر معي في كثير من الكتب. المهم ليس هذا المسألة، المسألة الآن بدقيقة واحدة، عندك اختيار؟ هل الله عز وجل تشعر أنه يجبرك إجبار، يعني الملائكة تأتي تربطك من يديك وتأخذك إلى الصلاة وتجعلك تركع وهكذا، أو باختيارك؟ خلاص هذا موجود، لا تسأل عن كيفيته الآن. وأنا الآن أجبت. نعم، هل يوجد سؤال؟ بارك الله بكم وأسعدكم. الأسئلة كثيرة إن شاء الله في كل درس، إن قدر الله عز وجل أن تصبروا علينا. لو إن شاء الله، لو قدر الله أن تصبروا علينا وتأخذوني بحلمكم يواش يواش، تمام، إن شاء الله عز وجل سنستفيد كثيرا بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.